من جانبه قال مدير ناحية يثرب أعناد يحيى محمد أنه منذ تسنمه المنصب توجه لرفع الأنقاض وتأهيل مشروع الماء حسب توجيهات محافظ صلاح الدين الذي يواصل تقديم الدعم لأهله في الناحية. أنا استلمت منصب مدير الناحية في تاريخ 12/7/2020، يعني قبل شهرين من الآن. اشتغلنا ما قدرنا نشتغل عليه من رفع أنقاض حسب إمكانياتنا البسيطة، كذلك قمنا بربط المشاريع الماء على خط الطوارئ، قطع التجاوزات اللي موجودة حتى نخفف عن الشبكة الكهربائية. اتصالاتنا مستمرة مع السيد المحافظ، مع المحافظة، مع الإدارة حول تذليل الصعوبات والمعوقات. اليوم جيتنا للسيد المحافظ حتى بتوجيهاته، قدمنا تقرير مفصل عن الحالة، عن وضع يثرب، عن وضع الناحية من خدمات رفع أنقاض إلى ربط مشاريع الماء إلى توفير محولات. فأوعز السيد المحافظ للدوائر المختصة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات اللي تعوق هذا العمل بالناحية. إن شاء الله نتأمل خير. داعم رئيسي أكد لنا وقال لنا أنه هو داعم لهذا الموضوع. إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة سوف تصلنا عدد من المحولات الكهربائية والأعمدة الكهربائية، أنابيب. أحد المشاريع، يعني السيد المحافظ واضح خطة لدعم المشاريع بالمحافظة على نسبة 20%، أحد المشاريع المهمة بالمي. أوعز السيد المحافظ بزيادة التخصيصات لهذا المشروع في سبيل إيصال الأكبر عدد ممكن من الناحية ماء صالح للشرب.